حياكم الله من جديد. الحفل السنوي لتكريم الخدمات المساندة لجمعية سند الخيرية، طبعا بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان. أقامت يوم الاثنين الماضي الجمعية الحفل السنوي لتكريم الخدمات المساندة لعام 2015. عن هذا الحفل وخدمات الجمعية دعونا نرحب بضيفتي التي انضمت إلينا بالاستديو، هي الأستاذة ريم بن صالح الحجيلان مدير عام جمعية سند الخيرية. أصدقاء مسائك، أهلا، يا هلا ومرحبا أستاذة ريم. كيف الحال؟ هلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. ما شاء الله أصداء جميلة عن هذا الحفل، الحفل الذي قيمة قبل أمس، يعني حفل تكريم الخدمات المساندة طبعا بالمستشفيات لعام 2015. حدثينا أستاذة ريم عن هذا الحفل والتكريم أيضا. الحمد لله، إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر لكم دعوتكم. وبالنسبة للحفل اللي قمناه يوم الاثنين، هذا حفل تكريم للخدمات المساندة في مراكز الأورام التي تخدم أطفال المرضى بالسرطان. بدأنا هذا البرنامج منذ 5 سنوات تقريبا، قررنا بتكريم الخدمات المساندة في المستشفيات. عادة الأطباء هم اللي يحوزوا على أكبر تكريم أو تقدير في هذا المجال، ولكن قررنا أنه اختيار فئات معينة تخدم الأطفال يمكن خلف الكواليس أحيانا، والممرضين تم اختيار هالسنة فئة الممرضين للتكريم، لأنه هم أكثر فئة يعني يكونوا مع المرضى ويدعموهم. وكان في شيء جميل قمنا فيه هالسنة، أنه هالسنة كان التكريم مش إحنا اللي اخترنا الممرضين اللي نكرمهم، ولكن أعطينا الفرصة للأطفال هم يرشحوا أفضل ممرضة أو ممرض عندهم، فهذا الشيء كمان يحفز الممرضين. طبعا الهدف من البرنامج أنه نحفز هذه الفئات أنها تدعم الأطفال ويشعروا أنه إحنا يعني نشعر فيهم ونقدر ما يفعلونه للأطفال. جميل. ويعني يستمروا بالعطاء والمبادرة ودعم الأطفال عليهم. يعني صرحتي مثل هذا الكلام، مثل ما تفضلتي أستاذة ريم، صرحتي في أحد الصحف أنه فعلا تم التكريم هذا العام تحديدا لمن يخدم الأطفال يوما بيوم كأعضاء هيئة التمريض، غير أعضاء هيئة التمريض اللي هم بيلازموا الأطفال. ما كرمتوا في سنوات سابقة، يعني كرمنا في أحد السنوات الأخصائيات الاجتماعيات، كرمنا أيضا عمال النظافة مثلا اللي يدخلوا ينظفوا الغرف. جميل. لأنه هذول يعني يقوموا بعمل يعني ومهام مع الأطفال، ولكن ما حد دائم يعني يعطيهم أي اهتمام أو تقدير. صحيح. كرمنا أخصائيين الإشعاعي، العلاج الإشعاعي، العلاج الكيميائي، الأخصائيين العلاج الطبيعي اللي يخدمون أطفالنا. هذول كلهم يعني الأطباء دائما في الواجهة والممرضين مع الأطفال، ولكن هذه الخدمات اللي تقدم، تنظيف الغرف، اللي يقدمون الأكل للأطفال، قمنا بتكريمهم في أحد السنوات. فيعني نحاول نشوف أي أحد يقدر يدخل على الطفل، لأنه مجرد ابتسامتك عند الطفل هذه تعني له الكثير كده فعلا، حتى فبالتالي نحفزهم يعني. صحيح. ورأينا هذا يعني بعد كذا سنة صرنا ندخل المستشفى احنا كسند، ويجينا عامل النظافه يقول لنا شكرا انتم اللي كرمتوني انا كنت عندكم، يعني تحسيه مبتسم سعيد انه هو قاعد يخدم هذه الفئه. سبحان الله، دائما التكريم يعني استاذه ريم بيحفز اي فئه كانت، يعني جميع العاملين في نفس القطاع، يعني بتلاقي فعلا انه في تحفيز حتى يعطي اكثر، حتى يبدع، حتى تلاقيه داخل عليه مبتسم يعطي من قلبه. خلينا ننتقل شويه لنفس هدف ورساله جمعيه سند الخيريه اللي ما شاء الله لها العديد من السنوات، يعني وهي تخدم هذه الفئه مرضى السرطان. الجمعية طبعا احنا جمعية سند نخدم الأطفال المرضى بالسرطان. نعم. رؤيتنا أنه نصل إلى كل طفل مريض بالسرطان في المملكة، وأن نكون سندا له ولأسرته. فإحنا خدماتنا تمتد من الطفل والأسرة أيضا، الأم والأب والعائلة كاملة. يعني لدينا كثير من الخدمات الاجتماعية، لا نركز فقط على الخدمات الاجتماعية والمادية، ولكن نركز أيضا على الخدمات التعليمية. فلدينا فصول دراسية في جميع مراكز الأورام لاستمرارية الطفل، وقت ما هو موجود في المستشفى يستمر بالتعليم فما ينقطع عن الدراسة. ممتاز. لدينا خدمات أيضا يعني نفسية، فلدينا برامج دعم الأسر، برامج دعم الأمهات. أيضا الأسرة تحتاج دعم نفسي بالذات في هذه الفترة، يعني كلمة سرطان ومرض السرطان للكبار يعني يكون متعب، فما بالك للأطفال. متعب أكثر متعب طبعا. للطفل ومتعب للأهل، وطريقة تعاملهم مع بعض أحيانا تسبب أنه
يعني تعب للأهل. صحيح. فهذا برنامج احنا والتعب النفسي مره يعني ممكن يأثر سلبا على صحة الطفل. صحيح. وايضا على صحيح الأسرة. يعني هو لما تكون الصحة النفسية جيدة يكون نسبة العلاج، اثبتت بعض الدراسات ان نسبة العلاج تكون افضل او الشفاء ان شاء الله تكون افضل. استاذ ريم، من ضمن ايضا الخدمات التي تقدمونها لاطفال مرضى السرطان، قرية او مهرجان قرية سند. الترفيهية وايضا التعليمية يعني تقام سنويا، يعني حدثينا عن هذه الفعاليات التي فعلا تعزز روح المعنوية بالنسبة لأطفال مرضى السرطان. طبعا احنا بالإضافة زي ما قلت لكم للخدمات التعليمية او الخدمات الاجتماعية والنفسية اللي نقوم فيها، ندعم نحاول ندعم البحوث العلمية للأطفال، فأي بحث علمي ندعمه. عشان نقدر نسوي كل هذا نضطر إلى ان نسوي فعاليات او برامج ترفيهية وأيضا تكون لتنمية موارد الجمعية. فمنها مهرجان قرية سند اللي نقوم فيه بشكل سنوي، هذا المهرجان للأطفال، حفل سنوي للأطفال يكون على مدى 3 أيام، به أركان ترفيهية تعليمية. طبعا دائما احنا نربط الترفيه بالتعليم. يكون فيه طبعا أطفالنا في سند وأطفال المجتمع، حيث يدعم الطفل بشراء تذكرة لهذه القرية يكون فيها أركان تعليمية له، ويختلط ايضا بالطفل المريض بالسرطان، في يعني يشعر انه مشاركه معهم، فتنمي روح التطوع والمبادره للاطفال الاصحاء انه احنا ندعم اخواننا المرضى. وكمان الاطفال المرضى يختلطوا مع الاطفال لانهم منعزلين لفتره معينه، فيبداوا يشعروا انه احنا نقدر نختلط مع الاطفال، يختلطوا مع العالم الخارجي. وفي الاخير احنا قاعدين نعطيهم شيء ترفيهي تعليمي. صحيح. في الاخير قاعدين يستفيدوا باشياء تعليميه كثيره يكون فيها اركان عده، كل ركن مختص بتوصيل معلومه معينه. فهنا حيكون في طبعا عمليه ترفيهيه ايضا لمرضى الاطفال السرطان. بالضبط. حتى ينسوا عمليه المرض، ينسوا العلاج، ينسوا كل هذه الامور اللي بتسبب لهم ستريس وقلق نفسي. صحيح. حقيقه. صحيح. واحنا كثير نسوي اشياء ترفيهيه داخل المستشفيات او للاطفال لحالهم. نعم. ولكن احيانا اختلاطهم مع الاطفال الصحاء يرجع لهم عرفتي الحيويه ويحسسهم انه ما احنا منعزلين، كل صح. حفلاتنا لحالنا وكل اشياء نسويها بالمستشفى. طب استاذ ريم، يعني هذه طبعا فعاليه من الفعاليات التي تقام، ايضا هناك حملات توعويه بتقيموها داخل طبعا المجتمعات، كيف بتلاقي ايضا تفاعل الحملات التوعويه اللي بتقيموها؟ ايضا احنا نقيم حملات توعويه خلال السنه، اكبرها حمله التوعيه اللي نقوم فيها في شهر فبراير تزامنا مع اليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان. صحيح. 15 فبراير، شهر كامل من المشاركه للمجتمع، هي عباره عن تقويم، وكل يوم في يعني طريقه للمشاركه. جميل. حقيقة كثير يعني الناس يدعمونا بهذا البرنامج، المحلات التجارية تدعمنا، بعض المحلات يعني يخصص جزء من ريع مبيعاته في أيام معينة لنا، طبعا فيها حملة التبرع بالدم، وكثير نرى المبادرة من الناس حتى بالتبرع بالدم في هذا الشهر. أيضا في فعاليات احنا نقوم فيها توعوية في المولات وفي المجمعات التجارية. الشركات أيضا يدعمونا كرعاة، فيعني في مشاركة لجميع الجهات، سواء قطاع خاص، سواء أفراد، سواء مدارس، جامعات، مجمعات تجارية، تلاقي كل المجتمع فيها تفاعل كبير. في ما شاء الله. أيوة فيها الحمد لله تفاعل كبير، وإن شاء الله يعني الله يقدرنا انه نوصل للتوعيه اللي احنا نبغاها. احنا في سرطان الاطفال خصوصا التوعيه شوي يعني فيها تحدي، لانه لا يوجد شيء للفحص المبكر او الكشف المبكر، مش زي سرطان الثدي. واحنا الان شهر اكتوبر، فعنده فحص مبكر. حاطين الشعار، حاطين الشعار، انا حاطه شعار. كنت حاطه والله في المغسله، انا حاطه شعار سرطان الاطفال. انا حاطه شعار السرطان الثدي. طيب فهم عندهم الكشف المبكر بحيث انه ممكن يكون يعني انه يسووا مثلا فحص سنوي، وفي انواع كثيره من السرطان كذا. بالنسبه لسرطان الاطفال صعب الكشف المبكر، فاحنا التوعيه دائما تاتي بعد التشخيص. أيوة. انه استمروا بالعلاج، لا تتاخروا عن مواعيد الكيميائي، لانه استمراريه العلاج ان شاء الله يعني نسبه الشفاء مثلا بالذات في اللوكيميا تصل الى 80%. ولكن اذا تاخر يمكن عن جرعه واحده من الكيميائي يصير ريلابس او تاخر يعني نسبة الشفاء تقل. نعم. فهنا تجي التوعية، احنا دور التوعية، ولكن لا يوجد توعية قبل. طبعا التوعية الغذاء الصحي الأشياء هذه العامة، ولكن ما في شيء مؤكد. فدائما يصير صعب علينا أنه احنا نوعي، ولكن التوعية تأتي بعد. يعني أستاذ ريم ذكرتي قبل قليل يعني قلتي أنه أتمنى أنه من خلال هذه الفعاليات أو الحملات التوعوية أنه تصل مثلا هذه الرساله الى المجتمع، او بيصير مثلا او بيكون عندهم وعي في تحديدا في سرطان الاطفال. لماذا؟ هل
يعني هل هناك مثلا تقصير من قبل بعض الأسر وتحديدا اللي أطفالهم مرضى بالسرطان في مثلا معالجتهم أو مثل ما تفضلتي أخذ الجرعة في الوقت المحدد؟ هو مش تقصير طبعا، ولكن احنا في بعض الأسر تتعاملي معاهم يكون يمكن نسبة الصدمة عندهم عالية، يكون عندهم ضغوط اجتماعية وضغوط مادية، فبالتالي يكون صعب عليهم. يعني يكون عنده مثلا، نشوف قصص كثيرة يكون عنده 7 أطفال واحد منهم مريض، فيقول لك يعني عبء مادي، عبء أني أترك أولادي مع مين عشان أروح أودي. طبعا مراكز الأورام اللي تعالج أورام الأطفال هي 5 مراكز في المملكة أو 5 مدن، يعني في المدن الأساسية في الرياض، في جدة، في المنطقة الشرقية، في الدمام، وفي القصيم، وفي المدينة يوجد مراكز صغيرة. فأي أحد من المملكة يضطر يروح لأحد هذه المناطق عشان يحصل على العلاج. أكيد. فيكون في عبء أحيانا على الأسر أنه أنا أترك أولادي أو كأم أترك أبنائي الثانيين وأروح أروح للعلاج. طبعا احنا هنا يجي دور سند، انه احنا ندعمهم مثلا سواء بتذاكر سفر. طبعا الحكومه تتحمل كل العلاج للاطفال وزاره الصحه، ولكن احيانا يكون في بعض الاعباء على الاسره، فاحنا نتحمل مثلا التذاكر السفر، السكن اذا جو مثلا الرياض او جده نتحمل السكن في فتره العلاج، نحرص ان هم يحضروا كل المواعيد. يعني فاي شيء نقدر نقوم فيه لمساعدتهم عشان يستمروا بالعلاج. فهنا تجي انه نوعيهم انه بعد ما يتشخص الطفل استمر بالعلاج، ومو معنى السرطان انه ما في شفاء ولا انتهت الحياة، بالعكس. أكيد. مشكلتنا الثانية انه 70% من الاطفال اللي يشخصوا يكون لوكيميا، واللوكيميا تاخذ 3 سنوات علاج. فانت تخيلي 3 سنين وانت لازم تروحي تاخذي ابنك وتروحي المستشفى. سريعه الانتشار اللوكيميا، فهي بس نسبه الشفاء فيها عاليه جدا. يعني 90% اطفال فعلا مصابين في اللوكيميا، فعلا 80% او 90% هذه نسبه جدا عاليه طبعا. ولكن الفتره طويله، يعني انت تخيلي 3 سنوات وانت تروحي وترجعي مع ابنك على المستشفيات عشان ياخذ الجرعات. هذه اللي ترهقهم وتحسسهم انه احنا يعني تعبنا. فهنا احنا يجي دورنا يعني انه نحاول نوعيهم انه معلش حيصير احسن. سؤال اخير، اي احد بيتابعنا الان عند ابنائه لا قدر الله والله يبعد المرض عن الجميع، يقدر يقدم لجمعيه سند وتساندوا الجمعيه بدون اي اشتراطات ولا في شروط؟ طبعا للدعم المادي في شروط، لانه نتمنى نقدر نساعد كل الناس ولكن ما نستطيع. ولكن للدعم النفسي، البرامج مسانده الامهات، البرامج التطوعيه موجود. كلها موجوده لاي احد، يعني كلها موجود لأي توعويه، اي معلومات يحتاجونها، ولكن المادي بشروط. المادي بشروط. جميل جدا، يعطيك الف عافيه استاذه ريم على كل المعلومات يعني اللي قدمتيها. استاذه ريم بن صالح الحجولة، مدير عام جمعية سند، الله يعطيك ألف عافية. وأكيد كمان صاحبة سمو الملكة طبعا الأميرة عادلة بنت عبد الله، يعطيها ألف عافية على كل الجهود، ما تقصر أبدا دائما في دعم الجمعية. أكيد. الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا أستاذ ريم على حضورك. مشاهدينا حننتقل لموضوع مختلف تماما، هو عن المؤتمر العالمي لمواجهة مرضى السمنة والسكري في دول الخليج. نظرا لأهمية مكافحة السمنة والتي تعتبر السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض منها السكري، أقامت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والمركز الوطني للسكري المؤتمر العالمي لمواجهة مرضى السمنة والسكري في دول الخليج. المزيد عن هذا الموضوع مشاهدينا في سياق التقرير التالي مع زميلنا سوى محمود، نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه.